هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل معاكم مكعبات المسك. هعملها ليه؟ عشان مكسله انزل اروح للعطار وعندي كل حاجه، فاعملها اشتريها ليه وكل الخامات عندي. اول حاجه هستخدم 100 جرام من شمع العسل، وهضيف عليهم 40 جرام من زبدة الشيا، وهضيف 20 جرام من زيت البارافين. طبعا انتوا عارفين ان مكعبات المسك دي بيتقال عليها ان هي العطر الصلب او السوليد بيرفيوم، بنستخدمها ان احنا بنعمل بيها مخمرية او بنستخدمها زي ما هي كده كمزيل، يعني بتعمل ريحة حلوة كده للجسم او مزيل عرق او كده، يعني عشان كمان بيتحط معاها نشا. فاول حاجة هعملها انا دلوقتي لازم ادوبها، يا اما هدوبهم في الميكروويف يا اما هدوبهم على حمام مائي. انا هدوبهم على حمام مائي علشان احافظ على زبدة الشيا اللي عندي. طبعا زي ما انتوا عارفين انا براعي ان المية تبقى مغطية الخط بتاع الشمع. هنا بعد ما الشمع داب مع الزبدة مع زيت البارافين هضيف عليهم 20 جرام نشا. تقدري تضيفي نشا ذرة، تقدري تضيفي نشا اروروت، تقدري تضيفي نشا تابيوكا اللي عندك. وهفضل اقلب لحد لما تدوب تماما وميبقاش فيها اي كلاكيع خالص. انا لما امسك البيكر من تحت بالمنظر ده واحس ان انا مش متضايقة وعد من 1 لـ10 او لـ20 وبقى متحملة، معناها ان انا اقدر اضيف العطر. شايفين ابتدى يتقل خلاص، فلازم اضيف العطر في المرحلة دي. هضيف 20 جرام من عطر المسك، واقلب بسرعة وابتدي انزل في القالب بتاعي. شايفين دي مكعبات المسك بتاعتي بعد لما جمت في التلاجة، مخدش يعني يدوبك ربع ساعة وكان جمت. مكعبات المسك دي زي ما قلتلكوا انا هستخدمها في عمل مخمرية، كمان ممكن استخدمها كعطر صلب، هي جميلة جدا وملمسها حلو قوي. شايفين استخدمها كده مثلا في منطقة تحت الباط زي مزيل عرق او على الجسم بعد الحمام زي ما عجبكم يعني.
ملمسها شمعي كده، وبتسيب ريحة حلوة جدا، ريحة المسك بتاعتها حلوة قوي، جميلة جدا طبعا. بس لازم تستخدمه نوع عطر كويس، وممكن لو انت مش عايزة تستخدمي مسك ممكن تستخدمي عود، تستخدمي فل، تستخدمي ياسمين، اي نوع عطر يعجبك مفيش مشكلة خالص. اتمنى ان انتوا تجربوه بدل ما تشتروه.